فقال لهم مدام قام يمدوا ياخذ ودوا له هذه المقطوعه الشعريه تقولوا له انا نكره ونكيره ومنكراني وللديان واقف منكراني ها كريم قبلك منكراني مرمر والهيام انثنت بيه. فرد علي كريم الصدام قال له امد وهلي ورد اصيبك بيس وكراك وحرمك من لذيذ النوم وكراك بعزم الله لوكر فوق وكرك وهلي سريش جنحانك بديه. فودوا خبر الشيخ غضبان جابوا هاي المقطوعه قال لهم جيبوه جابوه خلوا كريم الصدام بنص المضيف صاح له الشيخ غضبان قال له كريم قال له ها قال له انت تقول هيجي قال لي انا اقول محفوظ قال له زين ما تعرفني قال له اعرفك قال له شلون تقول لي هيجي قال له والله انا اريد اشوفك انت الشيخ على اساس اريد اشوف تستفز من عندي وانت صبرت علي هذا الوقت كله وما اجيت وما هددتني وانا قمت اخذ فانت والله الشيخ على اساس. هذه ثقافة المضيف وهذا التعامل